أهلا وسهلا، قواهم الله. أهم 5 أسباب خلتني أشتري الآيباد برو بعد 10 سنوات استخدام ماك بوك لابتوب. عودنا وإحنا نتعامل مع الأجهزة الإلكترونية على التاتش سكرين، لمس الشاشة في الجوالات، في الأجهزة الكهربائية، في السيارات الحديثة. أغلب الأجهزة الإلكترونية الآن فيها تاتش سكرين، فلما يكون عندي لابتوب ما في تاتش سكرين تحس إن الجهاز ناقص. الآن مع الآيباد بإمكانك تشبك الماوس والكيبورد بالإضافة إلى التاتش سكرين، فيكون عندك جهاز متكامل يغنيك عن اللابتوب. من آيفون 7 توقفت الاختراعات الجديدة، من انك تفتح الجوال بالبصمة الى خاصية الفيشل ريكوجنيشن او تمييز الوجه او التعرف على الوجه ان صح التعبير. مستوى الصور متقارب جدا من ايفون 7 الى الان، فصارت الايفونات متشابهة تقريبا، ما يستدعي تغيير الجوال كل سنة. هذا افضل ايباد صنعته ابل لحد الان، كل ما تحتاجه في اللابتوب موجود في الايباد برو. شاشة الايباد جميلة جدا، لكن البصمات بعد استخدام يومين تبين بشكل واضح. غلاف لحماية الشاشة ضروري ويقلل البصمات. ملمس هذا الغلاف مثل الورقة وما يتعارض مع الكتابة بقلم أبل. كاميرتين 12 ميجا بيكسل، تصوير 4K مشابه لتصوير الآيفون، 4 سماعات على اليمين، 4 سماعات على الشمال. أبل وفرت كاميرتين لأنه ممكن تناسب بعض الأشخاص في بعض المناسبات أكثر مما يحتاج المستخدم العادي. على كل حال، التكنولوجيا الزايدة أحسن من الناقص. واحد من أهم الأسباب إن الشاشة كبيرة، بدل ما أستخدم الجوال عندي شاشة كبيرة، صرنا نقضي وقت طويل على الأجهزة الإلكترونية، فالشاشة الأكبر أسهل على العين في القراءة والكتابة وعمل البحوث. وميزة المالتي تاسكينج إنك تقدر تشتغل على أكثر من صفحة أو برنامج في نفس الوقت، على راحتك تكبر وتصغر الصفحة اللي تحتاجها. هذه أكثر ميزة عملية حبيتها في الآيباد، وتقدر بعد تفتح أكثر من صفحتين وتتعامل معاها مثل الجوال. السبب الثالث أو الرابع، برامج الأوفيس مايكروسوفت 365، الوورد، الباوربوينت، الإكسل، كلها تقدر تنزلها على الآيباد، فما يحتاج أخذ اللابتوب. خلنا نسوي الفيديو. اسكت، رحم الله والديك، اسكت. خلاص سكتنا، يلا نكمل. Hey, how are you? I know, right? Yes, it's beautiful. Yes. I know. That's right. Yes, yes. Thank you. Have a nice day. Thank you. أبل تقول مدة البطارية 9 ساعات الشاشة شغالة بدون توقف، وأعتقد هذا أكثر من ما يحتاج الشخص. في الواقع البطارية راح تدوم معاك أكثر من 9 ساعات، لأن أغلب المستخدمين بالكثير يستعمل الجهاز 2 إلى 3 ساعات ويأخذ بريك على الأقل. ما في إنسان يجلس 9 ساعات متواصلة بدون ما يأخذ بريك. وأخيرا وليس آخرا، الجهاز سهل الحمل، تقدر تاخذ معاك الايباد في اي مكان بسهوله، وخصوصا اذا كان عندك الايباد بالشريحه سيلير تشيب. بالسياره تقدر تكلم زوم وتخلص اشغالك اون ذا جو، وحتى جوالك تقدر تشحنه من اليو اس بي تايب سي. على طار اليو اس بي تايب سي، يعني حتى هارد ديسك خارجي تقدر تشبك على الايباد، تنقل الصور والملفات اللي ما تحتاجها يوميا في هارد ديسك مستقل. في النهاية نكون واقعيين، أكيد الآيباد ما راح يشغل لك البرامج من العيار الثقيل، راح تحتاج إلى بي سي إذا كنت تتعامل مع برامج معقدة. بس المهام اليومية إذا كنت طالب في الجامعة أو موظف، الآيباد عملي جدا ويخلص لك أغلب المهام، من وورد، من إكسل، باوربوينت، طباعة، كتابة، بحوث. الآيباد عملي وإنت واختيارك. والسلام عليكم.